ابو حسين كان معاك محمد جمال قبل كده. اه بالظبط. اه يعني وانا هو على فكره ما احنا ما اتقطعناش مع بعض خالص من الموسم اللي فات، على طول اي حاجه بحتاجها منه وعلى طول بمديني بيها معلومات. يعني انتوا على تواصل مستمر. بالظبط ان شاء الله من الموسم اللي فات. بالظبط ان شاء الله. والله حاجه جميله جدا. ازيك يا محمد؟ ازيك يا مستر، عامل ايه؟ احمد ابو حسين بيقول لي حاجه جميله جدا، ان انتوا لسه على تواصل من السنه اللي فاتت. ده دايم على فكره، احنا كل يوم تقريبا بنتكلم. كل يوم؟ كل يوم تقريبا. لا هو بصراحه من الشخصيات الجميله جدا واللي بيشجعك ان انت تشتغل على طول في كل حاجه. ربنا يعني الحمد لله، هو ونعم الصديق ونعم الاخ بصراحه. بص، كلمه عيله، عيله العباقره مش من فراغ. ده حقيقي، ده كل الناس سواء مدارس جامعات وكل حاجه بتفاجئوني كل شويه بمواقف جميله جدا بينكم وبين بعض. بالظبط، هو كان جاي مخصوص النهارده اصلا، مش عامل حساب على مدير فني خالص، هو قال لي جاي مخصوص عشان شجعك. محمد جمال بشكرك بجد، روح جميلة جدا ما بين أبناء العيلة. بالظبط، احنا زي عيلة. بالظبط، وهو عارف يعني انا دايما اقول له انا اخواتي زادوا واحد بيك يا استاذ محمد، وبصراحة احنا يوميا لازم نناقش بعض في اي حاجة. ستوري ينزله على الواتس. كان منزل ستوري قريب، لو في الفصل ان الله حليم ستار في الفصل نتكلم فيه. لا 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 احكي لنا. الله، الساعة 3:05 الفجر. 3:05 الفجر. هو ما هو مصور الساعة، يعني اخوه في المطبخ بيطبخ وبيعملوا اكل من ورا العيله، هم الاثنين سهرانين وهو مصور الساعه، مصور الحدث بقى، هو داخل كده واحده واحده وخطوات التحضير. خطوات التحضير. محمد جمال ما تقول لنا الحقيقه، اهم حاجه بس ما تتحرقش زي ما حرقها هو واخوه بس في الاخر. لا والله ما اتحرقتش. حرقته ايه؟ لا لا، كنا بنعمل بان كيك كده، بس هو الوقت ما اسعفناش يعني، فخلصنا الساعه 3 الفجر. بقول لك ايه، كلمني على الخسائر، عندنا خسائر ايه؟ الطاسه اتحرقت. الحمد لله انها جت على قد الطاس. لا والشفشه غيرناه يعني بتاع الخلاط. معانا النهارده بقى جدا 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 اللي وحشتني جدا جدا جدا، مريم. ازيك يا مريم؟ الحمد لله. اختفيتي الموسم اللي فات ورجعتي تاني، وحشناكي؟ اه. لا انا عايز جدا. ده جدا دي تريد مارك باسمك مريم. جدا جدا جدا. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله كويس. مبسوطه انك رجعتي تاني معانا؟ اه. مبسوطه؟ اه. واحنا كمان مبسوطين.